إيه طبعا اليوم راح اسوي لي بيت من دايموند. البيت هذا كلش كلش حلو يا شباب وبنات. شوفوا انا عندي بيت هنا من خشب ومن زجاج، خلاص اتعبت ما اريد هذا البيت، هذا البيت مو حلو شباب بنات. اليوم راح اصنع لي بيت عباره عن دايموند وبلوكات الدايموند، يعني شغلات حلوه ان شاء الله. هذا الطريق طبعا مال بيتي، اوكي مو مشكله خلي ادخل. طبعا انا جهزت لكم شغله شباب بنات حتى اقدر اشوف الدايموند اللي عندي. اول مره اجيب الادوات، حلو حلو، نبع بعدين استاك زجاج، نبع ذني البلوكات، حلو، والباب والتورج، هذني كلهم راح اعرفهم بالصندوق لحد ما اختار منطقة اسوي لي البيت مالي مال دايموند، اوكي؟ وين اسوي البيت؟ وين وين وين؟ اي هنا انا راح اسوي البيت، اوكي، راح اجي دقيقة، اي هنا انا راح اسوي البيت مالي، نكسر هاي ونكسر هاي، هذا هنا راح يكون طريق، هاي لازم اكسر هاي الشجرة حتى اقدر ابني لي البيت بهذا المكان، حلو شباب بنات. طبعا البناء مال البيوت كلش كلش سهل، اليوم راح نتعلم شلون نسوي لنا بيت عبارة عن دايموند، اوكي، هسه نجي نشوف نجيب هاي البلوكات نخلي وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، حلو، خمسة من هاي الجهة، نوب، شوفوا هاي نبتعد، نبتعد دقيقة نبتعد، وحدة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، حلو، نوب نجيهم خمسة من هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أخري، حلو، خمسة، ستة، سبعة. سبع بلوكات من هاي الجهه يا شباب وبنات. انه بعدين لازم نكمل البيت هذا، هذا البيت يا شباب وبنات راح يكون كلش كلش خرافي وراح يعجب هواي ناس من عندكم ان شاء الله، اوكي؟ وهذول الفقراء يبنون لهم بيت من ديرت ومن ذهب وجولد وما ادري شنو، لا انا ابني من دايموند لان انا غني اليوم، كلش كلش غني وعندي كثير دايموند، اوكي؟ هسه نرتفع وحده، اثنين، ثلاثه، حلو يا شباب وبنات. هاي طريقة البناء جدا جدا سهلة، اوكي، طبعا كتبوا لي بالتعليقات تحبون البناء لو لا، خلينا نشوف، حلو حلو، خاصة البناء مال الأغنياء والفقراء، اوكي، هسا هذا كملنا، اي هسا هاي كملت، هذا الشكل مال البيت مالي اليوم اللي راح اسوي، اوكي، لا خلصت، لا ما يخلص الدايمود اللي عندي، أنا غني، عندي كثير دايمود، اوكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اوكي، هسا نخلي هذه القاعدة أو الهيكل، حلو. هذا هو الشكل مال البيت مالي يا شباب وبنات، اوكي؟ خلي هاي هنا وهاي بهاي الطريقة شوفوا، حلو. هاي هنا راح تصير نافذة، هنا ماكو لا نافذة، هاي نسدها من هاي الجهة، وهاي الجهة من سدها، حلو. وهاي الجهة من سدها، اوكي؟ اوكي، تمام، اثنين باثنين، لا، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، حلو. هاي تمام، تمام. اوكي، هاي من سدها، حلو. هذا الشكل النهائي مال البيت مالي يا شباب وبنات، شوفوا هذا هو الشكل النهائي. لحظه نسد ذني كلهن، لازم نسدهن حتى يصير البيت حلو. وين المنتصف؟ المنتصف هذا المنتصف، اوكي نجي من هنا نخلي هاي هنا، حلو تمام. هسه الشكل مال البيت مالي صار تمام. لحظه خلي اسوي هاي المنطقه مالتي، لازم اعدلها. شنو ذني النباتات مخربات شكل مال البيت مالي؟ حتى الارضيه راح اسويها من دايمود يا شباب وبنات لان انا غني مثل ما تعرفون، اوكي حلو. هسه هذا كملنا، هسه نوب نجيب الزجاج، نخلي الزجاج، لا لا هاي غلط، لا لا صح صح صح، اوكي، خليت الزجاج بهاي الطريقة، اوكي، حلو، نجي لهاي الجهة، وين الجهة؟ اكو جهة خليت بها اني مكان مال الزجاج، اي هاي، حلو، حلو، هذا المكان كله كله خرافي صاير، اوكي هنكسرها تمام. هسه نصعد فوق السقف او السطح ما ادري شو يسمونه، اوكي؟ حتى اقدر اوه عندي هواي استاقات يا شباب وبنات، حتى اقدر اكمل السقف مال البيت مالي، اوكي؟ نخلي بلوكه واحده هنا، النوب هنا، شوفوا بهاي الطريقه يا شباب وبنات، شوفوا النوب نجي بهاي الطريقه، شوفوا 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 يا شباب وبنات، طب هم زي ما طحت، اوكي حلو، لا هاي نكسر هاي غلطت بيها. طبعا البناء راح اخليه كلش كلش حلو، راح يعجبكم ان شاء الله، ومو بس هاي، لحظه. طبعا البناء هذا مال اغنياء، فقط الاغنياء يقدرون يسوون هيك تصميم. هاي شنو؟ وخر يا شجره، شجره مو حلوه، شجره مكروهه. اوكي، خلي اوخر هذا الشجر يا شباب وبنات، لان هذا الشجر جاي يزعجني ما يخليني اقدر ابني، لان اذا ما ابني راح اتورط اني. اوكي، هسه هذا وخرته، تمام، نجي نشفت شويه. اوكي، طبعا لا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات تحبون البناء؟ لا، انا احب البناء كلش 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 احب البناء، اوكي؟ هاي خلصناها بعد شنو؟ لا طحت بالغلط، اوكي مو مشكلة، مو مشكلة شباب بنات، انا ما اهتم، عندي كثير دايموند، عندي دايموند كلش 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 هواي بالهبل، حلو هذا خلصنا، حلو، خلصنا السقف مال البيت مالي، هسا هذا هو البيت الاسطوري، هسا خلي اصعد من هنا لحظة واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، حلو، صعدت حتى أوخر ذني اللي غلطت بيهن، واحدة، اوكي. ومن هاي الجهة احتاج اخلي بعد دايموند، اوكي هاي الجهة لازم اسويها، حلو. هسه خلينا دايموند كثير، وي اوكي، هذا هو الشكل مال البيت مالي النهائي، تقريبا النهائي،
حلو، بهاي الطريقة نخلي الدايمود النوب. شوفوا، ايه لحظة خليه يكسر هذا الدايمود اول مرة حتى اقدر اكمل التصميم مالي وتشوفون الشكل النهائي ان شاء الله. اوكي هذا كملت، ما بقى شيء يا شباب وبنات صدق. اوكي هاي خلصت، اوه بدت تمطر، اهم زين راح اجرب البيت مالي يسرب مياه او لا، فكرة حلوة يا شباب وبنات. اوكي هاي خليها هنا أنا. اوف بدا البرق، ما ادري الرعيد هذا، كتبوا لي بالتعليقات شنو الفرق بين البرق والرعيد، خليني اشوف كم شخص يقدر يحل هذا السؤال. اوكي لحظة اللي لا شنو هاي، اوكي اوكي لحظة خليني اجمع ذني يا شباب وبنات، اللي يعرف شنو الفرق بين البرق والرعيد اكتب اسمه بغرفة المشتركين. والله اوكي يلا هم غلطت بيها. حلو وين راح نوصل؟ اوكي خليني اكمل هاي، طبعا هاي هنا تحميني من الامطار. اوكي يعني شلون السياج، حلو هاي احنا نسميها بالعراق سياج. اوكي هسه شلون اصعد؟ ها خليني اكسر هاي سريع، تمام هذا جمعته، هسه نوبة اجيب السرير مالي والاغراض مالتي، نوبة اكمل البيت مالي. هسه قبل اكمل البيت، اوه بدت تمطر. اوكي شباب بنات خلي اروح انام وارجع. اي هسه تمام، هسه الجو صار كلش حلو ما شاء الله كله تمام. اوه هاي شنو؟ لا هاي بالغلط انا سويتها. اوكي مو مشكله خلي اعدلها. هسه الارضيه مال البيت مالي لازم اكملها. شوفوا هذا شوفوا مالي الخرافي، شوفوا 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 يا شباب وبنات، شوفوا شوفوا عندكم هاد الشغل، لا شوفوا شوفوا الخرافي بسرعه يكسر هذني الديرتايات الورعات. اوكي شوفوا التكسير الخرافي يا شباب وبنات. اوكي والله انا حبيت الشغل كلش حبيته. لا هاي بالغلط، سلكوها غلسوا، اعتبروها اني ما خربت هاي بالمنطقه. اوكي اعتبروها ما سويتها. اوكي مو مشكله، هاي خلصنا البناء او التصميم مالي يا شباب بنات، الشكل مال البيت مالي راح يكون كلش حلو. اوكي هاي كسرناهن سريع، حتى البيت مالي خلي له النوب اسمه النوب شموع وبعد شغلات اسويهن. اوكي وين الديرت؟ الديرت راح اخليه هنا، هذا الديرت لازم اعدل بهاي المنطقه. تعال ديرت هاي، تعال طلع من بيتي. هسه نجيب الدايمود، لحظه نجيب الدايمود سريع، هذا الدايمود. اوكي شوفوا شوفوا البناء يا شباب بنات، شوفوا التصميم الاحترافي، شوفوا يا شباب بنات شوفوا تصميم صدق حلو، والله كلش حلو هذا التصميم، اني عجبني، هم انتم عجبكم او لا كتبوا لنا بالتعليقات. لحظه اذني كملناها شوفوا شلون بناء سريع كلش، بنيت سريعات. اوكي هسه هذا كملناه، اني سمعت اكو فقير بهاي المنطقه عايش، وين عايش؟ هناك ذاك البيت مال الفقير، والله فقير كلش، يعني سمعت من الناس يقولون هذا الفقير جاي يجمع ذهب وجولد وما ادري شنو، يريد يسوي له بيت من الذهب، والله ما يقدر يسوي مثل البيت مالي، البيت مالي اني كلش حلو، شوفوا والله البيت مالي اسطوري يا شباب بنات، والله احلى بيت بالعالم كله، حلو، هاي شنو؟ لا اني غني، لازم اخلي هنا دايمود، اوكي؟ دايمود اريد بعد دايمود، اوكي، هسه هذا لازم اكسره لان غلطت بيها مو مشكله. اوكي اوكي سريع يا شباب بنات، هسه هذا البيت مالي كملته كلش حلو. هسه ايش راح اسوي؟ راح اجيب الورود. هاي ورده، لا ما يصير ازرع هنا أنا. اوكي مو مشكله، هذا الطريق راح يكون عباره عن دايموند. اي هذا الطريق لازم يكون دايموند لان انا غني يعني. اوه هاي غلط، مو مشكله، لا هاي خليها لها دايموند. اوكي مو مشكله نجيب هاي. ايه سويتها حليت المشكله. ايه هسه تمام حلينا المشكله. هاي هنا انا ايضا راح اخلي لي دايموند لانني غني ما اهتم. حلو كملنا التصميم مالي يا شباب بنات، هسه نوب هنا اخلي ديرت. الديرت هذا صح مال الفقراء بس يعني مجبور اخلي ديرت لان لازم ازرع، قول وياي لازم ازرع الورود هنا وازهار حلوه اذن اللي عندي حتى يصير شكل مال البيت مالي مرتب. اوكي يلا نسوي هاي بهاي الطريقه. اوكي نبغى نجيب الورده خلي واحده هنا، هذا بعدين الديرت هو يصير اخضر. نجيب الورود، لحظه يا شباب بنات نجيب الورود ذني كلهن. اوكي هاي جنويت. اوكي هنا ورده يعني بين قوسين البيت مال هاي، لا الحمر ما تصير هنا، اريد لي ورده بيضاء صفرة. اوكي صفرة كلش حلوه تعجبني، راح اخليها هنا. اي هسه البيت مالي صار حلو يا شباب وبنات، والله البيت كلش حلو. هسه تدرون شنو ناقصني؟ ناقصني اسوي لي مصعد. المصعد وين راح اسويه؟ راح اسويه من هذا الاتجاه بس. اوه ما عندي سلالم، خلي اتاكد عندي سلالم بالصندوق مالي او لا، خلي اتاكد. اوكي عندي سلم او سلالم؟ لا ما عندي. اوكي مو مشكله خلي اركب بقيه الاشياء حتى هسه اروح اشتري لي بذن الفلوس اللي عندي اشتري لي سلم او درج حتى اخلي لي البيت مالي اصعد اشوفكم البلكونه وكل شيء راح اسوي. اوكي البيت مالي ظلام بس مشكله، واحده اثنين ثلاثه، والله كلش حلو صار البيت مالي، والله احسن بيت بالعالم كله. عندكم هيك بيوت؟ لا ما عندكم. اوكي حتى من الخارج راح اشمع، واحده
اثنين. والله عجبني البيت يا شباب وبنات، كلش كلش عجبني. حلو حلو هذا البيت. اوكي اوكي خلي هاي هنا وهاي هنا. حلو 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 يا شباب بنات، حلو حلو. اوكي بهاي الطريقة نشمع. اي هسه تمام البيت مالي. لا هاي غلط. اوكي هسه ايش راح نسوي؟ النوب، النوب اركب الباب، الباب ركبه هنا. شوفوا هلا في الباب الاسطوري، شوفوا البيت مالي راح اجي هنا وعيش هنا للابد. والله كلش كلش حلو هذا البيت. اوكي هسه تعرفون ايش راح اسوي؟ راح اروح اشتري لي سلالم. صح صار تاخر الوقت، راح اسمه الدنيا الليل وما ادري شنو، بس مجبور لازم اروح اشتري لي سلم حتى اكمل البيت مالي الخرافي. يلا شباب بنات اني هسه راح اروح اشتري لي سلم من هذا المتجر اللي موجود هنا. اوه هذا المتجر انغلق بسبب كورونا، اكو متاجر او محلات موجوده بذاك الاتجاه. يلا اني خليه اروح اشتري لي واحد، وهذا الفقير مستحيل يقدر يبني له بيت من الذهب، والله ما يقدر. هذا البيت مال الفقير هنا. اوكي خليه يضحك على هذا الفقير. خليه يضحك عليه. اوكي يا فقير يا فقير فقير، هي يا فقير. والله فقير كلش، شو راح اطلع اصلا عادي. اخر هاي البيت ماله فاشل. اوكي خلي اصعد من هنا بهاي الطريقه. اوكي البيت ماله مو حلو، البيت ماله خربان. اوكي ها شنو خربت البيت ماله. هسه خلي اروح اشتري لي ادوات احسن لي ان شاء الله، مو ادوات اقصد اشتري لي اثاث وشغلات حلوه البيت مالي حتى ان شاء الله يعجبكم. هذا شنو هذا شنو؟ اوه خنزير راكب بالعربه هاي، والله مسكين هذا الخنزير يا شباب وبنات. اوكي 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 كلش كلش مسكين. تعال يا ورع، تعال تعال يا ورع موت. اوكي مو مشكلة عوفه، انا خليني اروح اشتري الادوات احسن. هسه تمام، هسه رجعت البيت مالي، والله تعبت كلش بالعمل يا شباب وبنات، ما حد يقبل يبيع لي اكل، هاي هنا البيوت مال الاغنياء، الله اكبر عليهم ما يقبلون يبيعوا لي اي شيء، مو وضعي هاي شباب وبنات، يعني انا اريد اكل، اريد دايموند، اريد ذهب. اوكي مو مشكلة، اليوم ان شاء الله راح احقق الحلم مالي واصنع لي او اسوي لي بيت من الذهب او الجولد ان شاء الله يا شباب وبنات. اوكي هاي شنو؟ هذا الخنزير الورع. اوكي اوكي مو مشكلة. اوه هذا الطريق مال الجسر ما ادري شنو. هلا خنزير هلا. اوكي مو مشكلة، هسه راح اروح للبيت مالي واجمع واشوفكم. اللي صار لي شهرين اجمع اسم الذهب حتى اقدر اصنع لي بيت من الذهب ان شاء الله. اليوم راح تشوفون احلى كمية ذهب بالعالم، راح تنصدمون من عندها يا شباب وبنات. هاي شنو؟ لا 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 هاي منو مخرب المنطقة مالتي؟ ما يصير هيك شباب بنات، يمكن ذاك الغني اللي دائما يجي يسخر من عندي ويضحك علي، والله حرام عليه شباب بنات، مو وضعية هاي، يجي دائما يخرب المنطقة مالتي ويقول لي يا فقير ويا فقير، والله والله اني كرهته، اوكي مو حتى هاي المنطقة مالتي خربها، مو مشكلة شباب بنات، الله لا يوفقه، اوكي. هسه خلي اشوفكم الذهب مالي، وين مواردي؟ مواردي مواردي، وغر وغر مواردي. وين خليت هناني؟ ها ذكرت ذكر والله ورعه هذا الكبويب، مو مشكله شباب بنات. هسه خلي اجي من هنا شوفوا الموارد. اي ذني حلو حلو، شوفوا ذن الموارد مالتي. اليوم راح اصنع اكبر بيت بالعالم من الذهب. شوفوا شوفوا شباب بنات، شوفوا شوفوا عندكم هيك شيء؟ عندكم؟ لا ما عندكم. اوكي هسه شلون اصعد؟ ها زين عندي ديرت. اوكي مو مشكله، هذا البيت بعد ما احتاجه اني، بعد ما احتاجه، حتى هذه الديرت بعد ما احتاجه. اوكي اوكي لا والله احتاج هذه الديرة اسوي لي بيه مزرعه. اوكي مو مشكله، وين اسوي البيت مالي؟ والله ما اعرف وين اسوي البيت شباب بنات. هذا شنو؟ والله ما اعرف البيت مالي، راح اخليه مكان هاي الشجره. اوكي فكره حلوه يا شباب بنات، لحظه واخر ذني سريع، هنا راح اسوي البيت مالي اللي هو عباره عن ذهب. خليه اخر هاي الشجره الورعه، واخر الشجره واخر خليه يكسرها سريع. طبعا شوفوا خليه اقول لكم شغله شباب بنات ما تعرفونها، البيوت بماين كرافت مو اي بيت عادي اني راح اصنع. نعم 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 اللي يفتهم شيء يكتب تعليقات. والله صرت ما اعرف احكي. اوكي مو مشكله، البيت اللي راح اسويه مو مثل اي بيت بماين كرافت، راح اسوي بيت كلش كلش خرافي، بيت احترافي، بيت عمركم ما شايفينه. اوه الجولد ضعيفة والذهب، الادوات اللي عندي بسرعة راح تنكسر شباب بنات، مو وضعي هاي والله. انا شلون تورطت كلش، اوف يا ربي والله ورطة هاي شباب بنات. اوكي مو مشكلة اصنع لي ادوات، انا اصلا ما استخدم الدايموند ولا الايرون، فقط استخدم الذهب لان انا مصنوع من الذهب واستخدم الذهب. اوكي حلو حلو ذني كملناها يا شباب بنات، حلو تمام. هسه نجي وخروا يا ورعان وخروا وخروا، خلي اعدل هاي المنطقه سريعا سريعه، عدلتها تمام. هنا انا راح اسوي البيت مالي. اوكي خلي اعدل هاي تمام،
انا راح اسوي البيت مالي الاسطوري يا شباب وبنات. اكبر بيت من الذهب بالعالم راح تشوفونه اليوم. اوكي هاي شنو؟ والله ما اعرف. اوكي بس خليه وخرذني سريع. حلو وخرتين تمام. هسه راح اسوي البيت مالي. طبعا انا ما اريد استخدم الادوات مالتي، احتمال تنكسر واني خايف عليها لان ادواتي كلش كلش غاليه يا شباب وبنات. اوكي لحظه خليه وخرذني وخر يا برعه. اخر وحده تمام. البيت مالي راح اسويه بهاي الطريقه. شوفوا يا شباب وبنات شوفوا، نجي من هنا لحظه، الباب راح يكون بهاي الطريقة. شوفوا نجي وحدة تمام، هذا هو الطريق اللي راح يكون مال الباب مالي. اوكي هاي هنا نخلي دايموند، العفو جولد، ونجي بهاي الطريقة. هاي هنا هم راح اخليه بعد باب ثاني لان انا كلش غني، انا غني عندي كثير كثير جولد. اوكي اوكي نجي بهاي الطريقة. شوفوا اي هسه تمام تمام. وحدة اثنين ثلاثة اربعة، وحدة اثنين ثلاثة اربعة تمام. نجي بهاي الطريقة يا شباب بنات. شوفوا نبتعد شوية. شوف لا بالغلط 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 بالغلط. اوكي البيت مالي اني ما اريد اخليه كلش كلش كبير، راح اسوي لي مزرعه او حديقه خلف البيت. اوكي هاي فكره حلوه كلش كلش كلش، اسوي لي حديقه خلف البيت مالي لان الحديقه يا شباب بنات مثل ما تعرفون مهمه كلش كلش مهمه. هنا انا راح اسوي الحديقه مالتي واسوي لي مكان اسوي بيه لحم شوي وطماطم وكل شيء كلش شباب بنات. وحده اثنين ثلاثه. اوكي هسه خلي اكمل البناء يا شباب بنات. طبعا البناء والله اني حبيت البناء كلش. اوكي نم 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 نم، انا خلصت ما بقى شيء، خلصت التصميم يا شباب ويا بنات. اوكي ان شاء الله هذا التصميم راح يصير كلش كلش حلو واحسن تصميم بالعالم كله متاكد 100%. او بدت تمطر، سريع خلي اخلص هذا حتى انه بروح انام. اوكي اوكي لحظه لحظه تمام، سريع سريع يا ورع، سريع سريع اي تمام. هسه هذا خلصته واحسن تصميم بالعالم. اوكي هاي خلي اكسرها بالغلط صارت. لحظه هاي نكسرها وهاي هم نكسرها تمام. هسه صار افضل تصميم بالعالم عندي. هسه لازم اروح انام حتى تجي الدنيا نهار. اوكي يلا شباب بنات خلي اروح انام سريع. اوه بدت تمطر والله، البرق صوته اوف، البرق صوته عالي. لحظه لحظه خلي انام خلي انام يا شباب بنات لحظه. اي خلي انام خلي انام. اي هسه هون هذا السرير مالي نام. اي تمام هسه راح يصير الجو نهار او الدنيا نهار يا شباب وبنات حتى اروح. ايه اعتقد راح المطر. اوف شو المرطة هاي يا شباب بنات، هم زين انا جبت الديرت وياي. نم 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 ورع لحظة، هذا كله وخرة لان انا بعد ما اصير فقير. اوكي لحظة انا بعد ما اصير فقير انا راح اصير غني. اوكي غني يعني عندي دايموند اسمه جولد تمام. وين اروح منه؟ هذا البيت مالي الجميل الخرافي. هذاك شنو؟ هذاك بيت مال دايموند؟ لا لا مستحيل، ما ادري هذا شنو شباب بنات. مو مشكلة خلي اكمل البيت مالي انه بعدين اروح اشوف شنو ذاك. نجيب الزجاج نخليه هنا تمام، خلي الزجاج بهاي الطريقة. بالغلط خلي الزجاج بهاي الطريقة يا شباب وبنات. اوكي واحدة اثنين ثلاثة اربعة تمام. هسه نجي نكمل هذا البيت مالي، واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اوكي هسه هذا خلصناه بهاي الطريقة. هاي هنا ايضا راح اسوي لي نافذة، نافذة وحدة دقيقة 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 يا شباب بنات. وحدة حلو اثنين وحدة، بهاي الطريقة راح اسوي النافذة مالتي ان شاء الله. خلاص خلاص تعبت تعبت بالتصميم هذا. وحدة اثنين اي وحدة اثنين، هسه اسوي الحديقة مالتي او المزرعة. شوفوا وحدة اثنين بهاي الطريقة، بهاي الطريقة راح اسوي الحديقة مالتي يا شباب وبنات. شوفوا 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 بهاي الطريقة نكمل الحديقة كلش لان هاي المنطقة كلها تابعة الي، ما اخلي اي شخص يجي يدخل لها. اوكي تمام تمام خلصناها، هاي المنطقة كلها تابعة الي يا شباب وبنات. اوكي اعتقد ما تكفي بس مو مشكلة. هاي نجي من هنا لحظة، هاي كلها تابعة الي. اوكي ايش قد صار عندي؟ ايش قد 16 16 ان شاء الله ان شاء الله تكفي يا شباب وبنات ان شاء الله. اوكي هاي مثل ما قلت لكم راح اسوي هنا حديقة كلش كلش حلوة. اوكي نجي من هنا نربط ذني سريع. ايه تمام اوكي لا لا ما تكفيني. اوكي مو مشكله بعدين اكملها تمام، المهم افتهمتوا الفكره. هسه نصعد من هنا وهاي خلي اسكرها، نسيت اسكر هاي او اسدها تمام تمام يا شباب وبنات تمام. حلو هسه هذا كملناه بهاي الطريقه. اوكي هسه خلينا نصعد من هنا. اوكي نم 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 صعد صعد يا ورع صعد صعد سريع سريع، خلي اكمل هذا كله يا شباب وبنات حتى يكمل البيت مالي وين راحت الخرافي. هاي شنو هاي؟ لازم اكسرها اي لازم اكسرها تمام. تمام خلصناها
خلصنا البيت مالي الاسطوري. خلصت البيت مالي الاسطوري يا شباب شباب وبنات. اتحداكم تسوون هيك بيت اسطوري. اتحداكم والله اتحداكم. لحظه هاي شنو هاي؟ لا الديرت، الديرت هم لازم اعدل الديرت. الديرت انا اكره الديرت مثل ما تعرفون، لازم كله جولد، كله ذهب، لان انا صرت غني كلش 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 الحمد لله والشكر. تمام هسه هذا خلصنا. لا شباب بنات اوف والله ورطه هاي، انكسر الاكس ما ادري شو اسمه هذا مالي. اوكي مو مشكله، اصلا عادي اجيب لي شجره واحده اثنين. تمام نجيب الخشب نحلله ونصنع لنا كرافتنج تيبل. اوكي ونصنع لنا ادوات، لان اني عندي كثير ادوات. اوكي تمام وين الكرافتنج تيبل هاي؟ خليها هنا نجيب لنا واحده بس، يعني شغلات خرافيه. تمام نخليها كله هنا، انا كله راح اصنع هذا كله. اوكي اوكي شوفوا شباب بنات، تمام صنعت لي شفل ثاني. كل هذا سويته. تمام اي شوفوا شوفوا يا شباب بنات، شوفوا الاحتراف، شوفوا ما يهمني انا عندي كثير دايم واسمه كثير جولد كثير ذهب. شوفوا شباب بنات، شوفوا كله هذا ذهبون. تمامون اوه راح ينكسر. لا اخر وحده لا هم انكسرت شباب بنات. الذهب مو قوي، دايموند اقوى، بس هذا دايموند شنو؟ والله ما اعرف البيت دايموند. اوكي مو مشكله خلي اكمل هذا. تمام انه بعدين اروح اكسرها. تمام اكسر ذاك البيت الدايموند، انا شنو واحد يجيبني لبيت دايموند بمنطقتي؟ ممنوع ممنوع يا شباب بنات. اوكي تمام هسه هذا راح اخلص. لا اني ما افلس عندي كثير والله توقعت راح افلس. لا اني شلون افلس عندي كثير ذهب. شوفوا تمام خلصنا البيت مالي. هسه انقل اغراضي اليه. اوكي اوه نسيت السقف، شلون نسيت السقف يا شباب وبنات؟ والله ورطه، اسف نسيت السقف. اوكي تمام يا شباب وبنات. اوكي تمام هسه هذا خلصناه. اي حلو اوكي خلاص شنو من ورطه هاي؟ هسه انا شورطني سوت لي بيت من ذهب. لو مسوي من ديرت احسن لي. لا انا اكره الديرت. اوكي اكره الديرت. هسه راح اسويه بحذر وبهدوء وبدون عصبيه. وحده اثنين ثلاثه اربع نم 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 هم خليتها بالغلط. اوكي مو مشكله اني كرهت نفسي يا شباب بنات. اوكي سويتها صح؟ لا هم غلط. اوكي مو مشكله هسه راح اكسر هذين اللي غلطت بيهن. تمام اخر وحده هسه خلصنا البيت مالي. وين الشموع؟ اوه ما عندي شموع. لا عندي اني اسطوره، اني اسطوره، عندي شموع كلش كثيره. شوفوا وحده اثنين، هاي خلي اكسرها لان تخرب الشكل مال البيت مالي الاسطوري. تمام وهاي هم نكسرها بعد شنو؟ اي هسه تمام البيت مالي حلو، البيت مالي حلو. هاي نخليها هنا، وهاي نخليها هنا، وهاي هنا، وهاي هنا، وهاي هنا. تمام البيت مالي جميل. نخلي بعد، لا نسيت، خلي واحده هنا وواحده هنا. وين الباب؟ الباب 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 اي هذا الباب مالي. شوفوا واحده اثنين، اي البيت مالي الذهبي الجميل كلش. هسه نجيب التورش او الشموع، خلي واحده هنا او واحده هنا، وواحده هنا وواحده هنا. حلو يا شباب وبنات. اوكي واحده هنا واحده هنا، هاي بالغلط. اوكي هم زين انتبهت لها. اوكي هلا اوكي خذيتها. تمام اسف طبعا تعبت بالتصميم. اسف هم طولت عليكم كلش، لان لازم نروح نشوف شنو هذا البيت الدايموند. اوكي لازم نروح نشوفه اليوم. تمام هسه البيت مالي كملته يا شباب ويا بنات. هسه راح اروح اشوف شنو هذا البيت الدايموند، شنو واحد يجي يسوي له بيت مال دايموند بمنطقتي؟ والله اني ما اقبل، اني ما اقبل واحد يجي يسوي له بيت مال دايموند هنا. لازم اليوم اروح انتقم من عنده. هاي شنو الموجود هنا؟ لحظه يا شباب وبنات. اوه البيت مال دايموند احلى من البيت مالي. واو والله واو كلش حلو. لا اني راح اخربه والله اخربه. شباب بنات شنو هذا يجي يسوي له بيت احسن من مالي؟ ما اقبل والله ما اقبل. هذا راح اخرب البيت. اوكي اخربه والله العظيم، اخرب هذا البيت كله، ما بقي هذا الباب، حتى الباب راح اكسره. شنو يجي يسوي له بيت بهاي المنطقه؟ دقيقه هذا كله راح اخربه والله، اخربه والله العظيم. شوفوا شباب بنات خربه كله 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 راح اخربه. اوكي خلي هنا جولد ذهب احسن يا شباب بنات. اوكي هسه تمام، هسه خليه يطلع من هنا حتى ما يكتشفني. اي خربته، شنو يجي يسوي له بيت بمنطقتي؟ ما اقبل. اي تمام هاي شنو جاي تسمعوه شباب بنات؟ جاي اسمع صوت. اوه هذا الصوت شنو يا شباب وبنات؟
والله ما اعرف منين جاي هذا الصوت. الصوت يجي من هذا المتجر، يعني ادخل وخاطر بحياتي. انا ما اخاف اصلا، راح ادخل واشوف شنو اللي موجود. يلا خلينا نشوف نقول بسم الله شنو موجود هنا. وينه الصوت صار قوي كلش من هنا. يلا هاي شنو؟ لا شنو؟